بالهنا يا باشا. ازيك يا علي عامل ايه؟ الحمد لله. انت متجوز مش كده علي؟ ايوه يا باشا. عندك اولاد؟ خير يا باشا، هو في حاجه حصلت؟ مبروك يا علي، بكره هتخرج لمراتك وربنا يكرمك باولاد. انا مش فاهم حاجه يا باشا. انت هتخرج في عفو ثوره يوليو، انت مش قضيت اكتر من نص المده؟ حصل يا باشا، ثوره يوليو اللي هو ده الشهر اللي جاي. اه يعني انا خلاص هخرج واشوف الدنيا. في شويه اجراءات بتتم، سميها برنامج تاهيلي، يعني ان شاء الله كده بعد شهرين. انا رشحتك للعفو ده بعد ما اتاكدت ان انت بقيت راجل رياضي ونزلت كرشك وبقيت صناعي قد الدنيا. عايزك لما تخرج من هنا اشتغل بالصنعه اللي انت اتعلمتها، الصنعه اللي انت اتعلمتها انت في المراه الشات، تستقيم ومبطل شقاوه. حاضر يا باشا. شقاوتي يا باشا؟ ده احنا على باب الله. مش عايز اشوفك هنا تاني. والله ولا انا يا باشا. مش القصد، يعني انا ممكن اجي بس عشان اسلم عليك. ولا عايزك تيجي تسلم علي. حاضر يا باشا. حاضر. انا مش فاهم اي حاجه من السايكايترست ده يا بهاء. يعني ايه مش فاهم؟ هتفتكر امتى؟ الدكتور يقصد ان المرجعيه الطبيه للحالات اللي زي دي قليله جدا، وبالتالي مفيش اي معايير محدده نقدر نتوقع بيها تطور الحاله. يعني ايه؟ انا هفضل كده مش فاكره حاجه عن نفسي؟ انتوا لازم تلاقوا لي حل، ما هو اكيد في علاج. قول له يخليني افتكر تاني، ما انا مش عارف اعيش حياتي كده. عايز افتكر حاجه يا دكتور. شرفت حي بولاد والقدير بزيادة، وجيت على الباب وراك لحباب بزيادة. اسمع لي، وعندك ناس بزيادة، طالع من السجن وزايد مترتلي وزيادة. جيت على السجن. ألف مبروك يا علي. مبروك يا علي. عقبالكم. يلا إن شاء الله. فرحك من اسمك. ألف حمد لله على سلامتك.